هذا البرنامج دربنا فيه 54 فتاة شابة مخرجة على تقنية إنتاج الأفلام عبر الموبايل، وكان نتاج هذا التدريب هم 22 فيلم، تم اختيار 15 فيلم اللي اليوم حنعرضه، أفلام كلها بتدور حول قضايا المرأة وكيف إحنا ممكن إنه نرصد حياتنا وثقافتنا وحكاياتنا من خلال الموبايل، وتم مونتاجها كمان عبر تقنية الموبايل. وفي كل لمسة من وجودكم كنتم كسحابة فكرة فيلم بابل بتتحدث عن فتاة جامعية، هاي الفتاة بتعمل في صيانة الموبايلات في المنزل، طبعا هاي الفكرة طبعا جديدة في ظل انه يعني شباب اكثر شيء بيمتهنوا هاي المهنة، اخترناها لانها فكرة جديدة مميزة ملهمة، حاولنا نبتعد عن الشيء التقليدي الموجود بالافلام اللي هي عرض المرأة يعني عرضها بصورة نمطية حول مثلا قضايا القتل على خلفية الشرف، العنف ضد النساء، قضايا الميراث، قضايا كلها ملهمة وبتبث روح الحزن لدى المشاهد. حبيت أرمي شغلة جواتي، يعني حبيت أجرب تجربة التمثيل. الفكرة كانت جريئة، هي فكرة شريكتي بالفيلم، وحكت عن فكرة حب ابن الجيران لبنت عايشة في مكان خالي ما فيش فيه ابن جيران، لكن هي لقت الحب جواها في الناس اللي حواليها، في مستقبلها، في دراستها، في طموحها، ركزت على إشي أو على حب أكبر وأعلى وأسمى من حب ابن الجيران. فأنا حبيت أناقش هاي الفكرة وأبين فيها أنه كبنت يعني في مجتمع محافظ ما فيش بنت ممكن تطلع وتحكي عن هاي الفكرة أو تمثل يعني في هذا الدور، فحبيت أكون يعني عاملة إشي مختلف وإشي جديد يعني. فيلمي بيناقش قضية إنه إحنا كيف بدنا نتخطى كل هاي العقبات ونتخطى كل هاي العادات والتقاليد اللي بتحد من إنه إحنا نحقق أحلامنا أو نحقق الأهداف اللي إحنا رسمينها في بالنا. كان نفسي إني أنا أدخل في هذا المجال، فأنا اشتغلت على نفسي وصرت أعمل وأطور من حالي لحد ما وصلت لمرحلة إنه أنا صار إلي فيلم، أنا حلمت واجتهدت على حالي لدرجة لحد ما وصلت لأني لقيت عمل جاهز قدامي. صح كان في صعوبات وتعبت وتغلبت كتير، لكن أنا وصلت بالآخر لنتيجة أو لحلم أنا كنت بنياه في دماغي وأنا لقيته في يوم واقع.